يعلن الديوان الملكي ان فخامه الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهوريه قبرص الصديقه سيصل الى البلاد يوم غد الاحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري في زياره لمملكه البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تتناول العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين بالاضافه الى المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين